عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا في طلب الرزق في المكتوبة، يعني في الصلاة الواجبة، ادعوا في طلب الرزق في المكتوبة يعني في الصلاة الواجبة، وأنت ساجد آخر سجدة ماذا أدعو يا مولاي؟ قال: تقول: يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم.